خلينا نروح كده لفقرة تانية وخبر تانية. أنا الحقيقة عايزة إيه أخدكم لمجموعة من الأخبار، يعني علشان وإنتم قاعدين كده يوم الخميس يبقى قدرنا نقدم لكم حاجات كتير متنوعة. من فترة كده انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض المحلات، هفكركم كده يمكن حضراتكم تكونوا شفتوها، مج كده، يعني طبعا مش شبه مج التاسعة كده، ولكن هو حاجة زي كده مثلا، وجواه بيبقى فيه يعني مصنوع جوه المج ده زي بقرة حاجة كده جوه، زي ما حضراتكم شايفينها على الصورة. فالنوع ده من الدعاية للمنتجات، لما انت بتملاه كده مية أو بتشرب فيه أي حاجة قيل إنه ممكن يسبب السرطان. طبعا على فكرة المج ده مش رخيص، ده سعره غالي جدا، لكن كمان ممكن حد بعد شوية يعمله بأسعار أرخص من كده بكتير. في النهاية هل المج ده بأشكال كتير؟ هو موجود بأشكال كتير. الأطباء قالوا إنه يعني في مخاطر كبيرة جدا على صحة الإنسان وخاصة الأطفال. بصوا الأشكال، يعني ده هيئة فنجان وجواها البطة أو المج الكبير، يعني أيا كان الأشكال قالوا إنها ممكن تصيب الأطفال أو الكبار، وأشكالها هي مختلفة. خليني أعرف علميا الكلام ده صحيح ولا لأ. دكتورة منال عز الدين الباحثة بمعهد توكلونوجيا الغذاء، مساء الخير دكتور منال. مساء النور على حضرتك وعلى السادة المشاهدين يا فندم. طيب بصوتك كده اللي كله إيجابية، طمنينا حكاية البقرة والمج وكده. أنا قعدت أتأكد، لا الحمد لله التاسعة المج بتاعها ما فيهوش أي حاجة، بس لا يعني ده طمنين. مطابق للمواصفات يا لا لا ده مطابق التاسعة. طبعا مج التاسعة ده مطابق. فقولي لي، أو إحنا عندنا كلوز أب دلوقتي وحضرتك بتكلمي، استأذنكم بس يعني زملائي الأعزاء نرجع للكلوز أب ونسيبه شوية والدكتورة بتتكلم، اتفضلي. هو للأسف هو حيلة تسويقية، وجود مج بهذا الشكل هي حيلة تسويقية من أجل زيادة المبيعات، ولكن أنا ليا تحفظات على هذا المج وبالتحديد المجسم اللي موجود جواه، لأن مع مرور الوقت هيكون هناك بقايا للمشروبات اللي شربناها على هذا المجسم بين ثنياته بين تفاصيله، سواء كان هذا المجسم بقى بقرة أو بطة أي شكل كان. للأسف الثنيات اللي موجودة في هذا المجسم أدوات التنظيف زي ليف المواعين مش هتقدر توصل. فمع مرور الوقت هيكون هناك في بيئة خصبة جدا لنمو البكتيريا اللي ممكن تسبب لنا تسمم غذائي وغثيان ومشاكل كبيرة ممكن صح نوصل ممكن لها لأنه فعلا في غنى عنها. زي ما حضرتك بتقولي احنا كلنا شايفين اهي المجسم ده، فالحاجات الصغيرة تدخل وتفضل موجودة، شربت لبن نسكافيه بقايا قهوة لبن عسل بقايا أي حاجة تفضل قاعدة هتظل موجود، دي أصل حال النمو الميكروبي، ومن هنا ممكن تحصل مشكلة التسمم الغذائي واحنا مش عارفين مصدرها ايه. فانت عايزة مج يبقى سهل ما فيهوش حاجة، لما يتغسل أو يتطهر أو يتنظف يبقى سهل، مفيش تراكم، ما يحصلش تراكم. اللي احنا بنتعامل فيها مع طعام بأساء وقليلة في التفاصيل كل ما ده كان صحي لينا. يعني كل ما قلت التفاصيل في الأواني بشكل عام كل ما ده كان صحي. نيجي للمشكلة الثانية وهي الألوان اللي موجودة على المجسم. كمان ايوه الالوان نفسها شايفه احمر واسود بالضبط. وكل واحد بقى بيحط الوان مختلفه الوان الشكل. للاسف الالوان دي مع مرور الوقت واستخدام المشروبات الساخنه بالتحديد كمان هنلاقي ان الالوان دي هتروح شويه بشويه. هي راحت فين؟ دخل الجسم الانسان. طب المشكله في ايه؟ الالوان دي قد تحتوي على عنصر الرصاص. طب عنصر مشكله الرصاص، عنصر الرصاص ايه؟ إن بيسبب تسمم للأطفال اللي أقل من عمر 6 سنين. تمام. وبيؤدي إلى بطء في النمو البدني والنمو العقلي كمان. طيب دكتورة منال برضو سؤال الوقت. سؤال مهم، هو مثلا المج اللي احنا شايفينه ده مش بس تمام. الألوان موجودة على المجسم ده، لكن المج نفسه من جوه ليه لون مطلي بالألوان. فأنت برضو ما بتحبيش أي ألوان ما موجودة بتحبيش يا فندم؟ المجات اللي احنا عندنا كتير مجات مطلية بالألوان، ما بتحبيهاش إلا لو لا كانت هي غير صناعة صحية، لأن إحنا مش ضامنين قد تكون هذه الألوان فيها عنصر الرصاص أو ما تكونش صناعة جيدة. لأن هو طبعا مش مكتوب على المج الألوان دي مكونة من إيه. كوبايات الإزاز عنصر بقى الرصاص عملها للأسف مع مرور الوقت قد يسبب السرطان.
لان السرطان بيجي ربنا يحفظ الناس كلها نتيجه تفاعل الانسان مع البيئه المحيطه، صحيح، سواء كان اكل او شرب او هواء. مع وجود الجينات والاستعداد الوراثي ممكن حاجه زي كده تؤدي لزياده الاصابه. طيب احنا على الاقل نبهنا على الناس، يعني هذا المج لو كان منتشر الناس تاخد بالها، يستعملوه زينه بقى وخلاص من غير ما حد يشرب فيه. دكتوره منال عز الدين الباحثه بمعهد تكنولوجيا الغذاء، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. خدوا بالكم في حاجات كتير جدا جدا في الاسواق منتشره، وبعدين تلاقيها يقول لك ايه الحق ده بسعر رخيص، لقيت حاجه. الحاجات اللي فيها الوان كتير وبتتفاعل زي ما دكتوره منال قالت، الحاجات دي ما بتبقاش صحيه الا لو انا مثلا سالت او عرفت او جايبها من مكان انا ضامنه، وده ما بيبقاش موجود. انت عمرك ما شفت على اي مج مثلا مواصفاته، يعني انت ما بتشتري اي منتج ولا اي حاجه بيكتب لك مواصفاته في ايه، في من الصناعه ايه، في كذا، انما ما بتلاقيش الكلام ده على المجات. وبعدين في النهايه الكوبايه المصريه الازازه الحلوه دي مالها؟ والله ده شويه الشاي فيها احلى من اي حاجه.